السلام عليكم. مقتل وإصابة العشرات في مدينة أمريكية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشفت وسائل إعلام أمريكية يوم الأحد أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في مدينة بالتيمور جراء حادث إطلاق نار جماعي وقع خلال الليلة بالتوقيت المحلي للمدينة، ليضاف ذلك إلى سلسلة حوادث إطلاق النار التي تؤدي بحياة المدنيين مع استمرار انتشار السلاح على نطاق واسع بين الأمريكيين. وأفادت التقارير الأولية إلى مقتل عدد من أشخاص وإصابة العشرات، مضيفة إن المئات من الأشخاص كانوا قد تجمعوا في المنطقة للاحتفال بمناسبة سنوية تسمى يوم بروكلين. ونقلت عن شاهد عيان القول إنه سمع ما لا يقل عن 20 إلى 30 طلقة رصاص أطلقت في المكان، فيما لم تحدد السلطات بعد هوية مطلق النار أو دوافعه. ويعد انتشار السلاح على نطاق واسع بين الأمريكيين من بين أبرز التحديات التي تواجهها السلطات، إذ قتل 14,600 شخص منذ مطلع العام الجاري في عمليات مسلحة وفقا لمعطيات نشرتها مؤسسة فان فيلانس أرشيف التي تعمل على أرشفة العنف المسلح في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت المعطيات التي تم نشرها في مايو الماضي أن أمريكا شهدت منذ مطلع العام الجاري 199 هجوما مسلحا جماعيا، قائلة إن 14,600 شخص بينهم 521 شابا و93 طفلا لقوا مصرعهم في أعمال عنف مسلحة، في حين أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي بمتوسط مرتين في اليوم حسب تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.